أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول من القطاعات السباقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر بالقطاع. وخلال افتتاحه غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، لفت الملا إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب. كما أوضح وزير البترول أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، لا سيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية. احنا النهاردة زي ما كنت بقول قبل كده ان احنا طبعا من ضمن استراتيجية مصر 2030 والجزء الخاص بالتحول الرقمي، فاحنا كمان في قطاع البترول برضو بنشتغل في هذا الاطار. ويمكن احنا النهاردة بنزور التطوير الخاص بغرفة التحكم، غرفة الكنترول الخاصة بشركة أنابيب البترول في مدينة السويس، وهي مسؤولة عن القطاع الشرقي كله. وبالتالي احنا النهاردة بيتم اضافة وحدة تكنولوجيا حديثة وشاشات جديدة وأجهزة قياس لمستوى البترول والمنتجات البترولية في الخزانات وغرف التحكم آليا من خلال هذه الغرفة، والحقيقة اللي تمت من خلال تصميمات لمهندسينا، ولكن طبعا في بعض توريدات من الأجهزة التكنولوجية من الخارج.